مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ولا أروع. هذه الحصة اللي تجيكم مباشرة من قناة سامي تيفي على المباشر. إن شاء الله راح نجوزوا سوية تكون خفيفة وظريفة. تقدروا تشوفوا هذه الحصة مباشرة على الصفحة الرسمية للفيسبوك سامي تيفي، كذلك الانستغرام. ما تنساوش الأرقام الهاتفية راح تظهر في أسفل الشاشة. بإذن الله نستقبلوا جميع مكالماتكم، وما تنساوش الكراس والسيالة اللي دائما نوصيكم عليهم هكذا باش تدونوا المقادير وطريقة تحضير تعاد الوصفات. كما جرت العادة اليوم زوج وصفات. الوصفة الأولى حيكون ولا تكون السوب اللي حنديروها بالخضرة والدجاج، راح تجي بزاف بنينة. في الأخير اللي حنزيدوا لها القشدة السائلة والجبن الأبيض. والوصفة الثانية اللي راح يكون بسباس باني اللي حنديروه مرقة بيضاء بالدجاج. يلا ما نطولش عليكم، نبدأ على بركة الله المقادير. قلنا اليوم راح نديروا ينسوب ولا حساء بزاف بنين. واش نسحقوا في هذا الحساء؟ نسحقوا هنا كمية تاع بسباس، عندنا 3 حبات بطاطا، 3 حبات زرودية هاهم ليك أمامكم يكونوا صغار، عندكم نص در تاع الدجاج، زوج سنات تاع الثوم، شوية تاع ملح، شوية فلفل الكحل، قلنا ومكعب مرق الدجاج، وعندنا نص كاس تاع القشطة السائلة، وعندنا الجبن الابيض. يلا نبداو طريقه تحضير تعهد الحساء. تبعوا معايا، طبعا لازم توجدوا الماء سخون هكذا باش تمرقوا. كي نقولوا حساء راح ناخذوا هنا نجره بهذا الشكل، نحط فيها شويه تاع الزيت، وعندنا شويه تاع المارغرين. ناخذ هنا شويه تاع مارغرين، راح نخليو هاد مارغرين تاعنا دوب. وهنا الخضره تاعنا التقطيع تاعها يكون عشوائي كيما حبيتو، لانه راح نميكسيو كلش من بعد. شوفوا هنا ناخذ هنا موس، وقلنا نقطعوا الخضره تقطيع عشوائي. عندنا هنا حبه بصل هاي ليك امامكم، راح نقطعها هكذا على 4، ونزيد نقطعها هنا على 2. قلنا تقطيع ما يهمكمش. نزيد هنا 2 سنات تاع الثوم، وعندي هنا كميه تاع بطاطا كيف كيف هاي ليك. نزيد الحبه الثالثه. يلا ناخذ اول اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم شيف فارس. وعليكم السلام سيده نسيمه، واش راكي لاباس؟ لاباس والله الحمد لله. واش راكو لاباس؟ لاباس والله غير الحمد لله. سؤال عليكم، واش راكم نتوما؟ والله غير لاباس الحمد لله. الحمد لله بنعمه. الله يحفظك. حبيت نشكرك شيف فارس على الوصفات اللي قدم فيها ولا اروع. الله يبارك. الله يسلمك يطول عمرك، بارك الله فيك. وعندي طالب شويه سبيسيال. قول لي شيف فارس، اسكو تنجم تلبي لي طالب تاعي؟ حبيت نعرف كيفاش نطيبوا لونغوس. لونغوس معليه ما كاش مشكل، لازم طريقه جول كي نطيبها تدي لهم العقل. ما كاش مشكل. عندك عرضه ولا وشنو؟ نعم قلت عندك دائما قلت لك عندك عرضه. نعم نعم شفاف ان شاء الله. معليه ما يكون لا خاطر. يسمى هذاك لاسوب دي بواسون ما شاء الله نديرها يعني ولا اروع. بصح واش مو لونغوس عبالك جو حبيت زعما وصفه من عندك انت باذن الله تعالى باش تكون فغيمون ما شاء الله. معليه ما يكون لا خاطرك. يعطيك الصحة. الله يحفظك. شكرا. وبارك الله فيك، وشكرا على واش راك تقدم لنا يعني، ولا غير شرف لينا ولبلادنا. والله يبارك رفعت لنا العلم تاعنا ما شاء الله. الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا، هذا شرف لي. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا، مع السلامة. مع السلامة، شكرا، يعطيك الصحة. نعاود نوليو لهنا لاصوب تاعنا. قلت لكم لاصوب تاع نهار اليوم بنينة بنينة بزاف بزاف. هنا 3 حبات بطاطا، 3 حبات زرودية يكونوا ولا 3 يكونوا صغار، وزوج حبات بسباس يكونوا متوسطين، حبة بصل، زوج سنات تاع الثوم. راح ندير شويه تاع الملح. الملح ما نديرش بزاف لانه راح نزيد مكعب مرق الدجاج. شويه فلفل اسود. نزيد هنا مع هذه الخضره نص در تاع الدجاج، وهذا نص در تاع الدجاج كيما جرت العاده راح نخليه يطيب، ومن بعد راح نحيه، وفي الاخير كي نميكسي لاصوب تاعي راني رايح نفتو. يلا ناخذ هنا مكعب مرق الدجاج هاوليك. قلنا هذا المصدر تاع الدجاج ماش نرحيه مع لاصوب، راح نخليه يطيب، من بعد راح نحيه ونفتو. كي ترحيو لاصوب تاعكم وتزيدوا لها القشده السائله وتزيدوا لها الجبن، رايحين ترميو هذاك الدجاج اللي تكونوا فتتوه لداخل
ونقدموا هاد لاسوب بهذه الطريقه راح تجي بزاف بنينه. هنا باش تجيكم بنينه هاد لاسوب تاني لازم نقليو هاد الخضره تاعنا مع هاد المصدر تاع الدجاجه، نخليو الخضره تاعنا تتقلى مليح هكذا. يلا نخلي الخضره تاعنا تتقلى، وطبعا توجدوا ماء سخون باش تمرقوا الحساء تاعكم. هذا بالنسبه للاسوب تاعنا. نروحوا للوصفه الثانيه اللي قلنا راح نديروا بسباس باني بمرقه بيضاء بالدجاج، بزاف بنين هاد كنت درتو ولكن اليوم راح نعاودو لكم. هاوليك حنا نسحقوا كميه تاع بسباس اللي كنت قطعتو على اربعه وغليتو شويه تاع الملح. هنا ما لازمش حتى يتعبز يقعد جد روحو هكذا. عندنا شويه تاع لا شابلور، عندنا طرف تاع الدجاج، وعندنا مرقه قلنا بيضاء، حبه بصل، حفنه تاع حميصه تكون مشمخه ليلة من قبل ولا تكون طايبه كما حبيتو، عندنا حبيبات بيض، وعندنا هنا شويه تاع الثوم. يلا مرقه بيضاء كامل عفوا نديروها عاديه اللي مضالين نديروها في الدار. ناخذ هنا نجرة طبعا، نحط فيها شويه تاع الزيت وشويه تاع مارغارين هكذا. نحطوا هنا شويه زيت، نخليو الزيت تاعنا تسخن، نزيد شويه تاع المارغارين هكذا. هنا قلنا عندنا حبه بصل تكون مقطعه ولا مسكرفجه في الرقيق، نقليو هذا البصل تاعنا شويه ونروحوا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، مشاركه مليح. وعليكم السلام، واش راكي سيده شيماء؟ لاباس، صحتك لاباس؟ لاباس يعيشك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واش الاحوال؟ واش مداركم؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله جات الحمد لله، هو باليكم ان شاء الله. الله يحفظك يطول عمرك، بارك الله فيك. ان شاء الله على قبل اللي مازالوا كامل ان شاء الله. سلمك يا ان شاء الله. الله يحفظك. واش حوالك؟ واش دنيتك؟ كيف راك؟ ولا اروع، انت ديما تواسينا. الله يحفظك. تشبح لنا ديما كل حاجه، كلش عندك كلش وكل حاجه نرفدوها عليك. الحمد لله الحمد لله. ما تخممش. على بالي كل عليكم احنا اولادنا عرايسنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعيشك يعيشك، الله يحفظك يطول عمرك، وربي ان شاء الله العقوبه للعالميه ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحه. شكرا، بارك الله فيك، شكرا، يسلمك يعطيك الصحه. شكرا، مع السلامه. شكرا، يسلمك. هنا لاصوب تاعنا قلنا لازم تقليو الخضره تاعكم، من بعد رايحين نمرقوا بالماء سخون ونخليو الخضره هذه مع الصدر تاع الدجاج يطيبوا، ورايحين نرحيوها، راح نتحصل على واحد لاصوب بزاف بزاف بنينه هكذا. قلنا نمرقوا بماء سخون ونخليو هكذا الحساء تاعنا يطيب هكذا. هذا بالنسبه للحساء ولا لاصوب تاعنا، خلاص راح نخليوها تطيب. نعاودوا هنا قلنا المرقه تاعنا راح تكون بيضة، طبعا نزيدو توجدوا شويه تاع ماء سخون، نقليو هذا البصل والدجاج، وإلا كان عندكم عود تاع قرفه راح نديروا عود تاع قرفه، واذا ما كانش عندكم راح ديروا شويه قرفه ملحيه باش المرقه تاعكم ما تكحلش. هنا شويه تاع فلفل اسود ولا فلفل ابيض، شويه ملح، ونزيد نجيب مكعب ورق الدجاج هكذا باش المرقة تاعنا تجينا بنينة بنينة. وهاد البسباس قلت لكم رايحين تغليوه بشوية تاع الملح وتخليوه يطيب، يدخلو طياب، ما تخليوهش يتعب بزاف هكذا. قلنا عندكم مكعب مرق الدجاج، نقلي هاد البصل والدجاج مليح هكذا.
دونك نخليو هذا الدجاج والبصل يتقلاو، نعاود نوليو لهنايا الحميصه اذا كانت عندكم طايبه رايحين نديروها في الاخر، واذا ما كانتش طايبه يعني كانت مشمخه رايحين نديروها كي تمرقوا رايحين نديروا الحميصه تاعكم باش هكذا طيب مع الدجاج وطيب سوا سوا هكذا. يلا نزيد ندير الماء يسخن ونروحوا للبسباس. البسباس تفهمنا خلاص، قلنا راح نخليوها بشويه تاع الملح ولكن ما تخليوهاش يتعبص. نعاود نوليو لهنا نسحقوا، قلنا شوفوا هكذا نسحقوا شويه على شابلور هاي ليك هكذا، ونسحقوا هنا بجوج حبات بيض هاد الحبة بزوج قلنا، هاد شوية ملح في البيض تاعي وشوية في فلفل الكحل هكذا، يلا دوك هنا نبداو راح نقطص هذا البيض ولا هذا البسباس في البيض ونزيد نحطو في لاشابلور ورايحين نقليوه في الزيت ياخذ هذاك اللون ولا هذيك التحميره الشابه ونحيوه. وهنا نوصيكم برك هذا البسباس كي تقليوه ماش تحطوه في المرقه، رايحين تخليوه حتى كي تجيو تتسقيو باش تحطوه من الفوق باش ما يشرب لكمش المرقه وما يتشمخش. هنا الدجاج تاعنا راهو تقلى، راح نزيد هنا الماء سخون هكذا، ما نمرقوش بزاف لانه هذا الدجاج والدجاج ما ياخذش وقت كبير باش يطيب. الحميصة تاعي ماشي طايبة راح نحطها درك ونخليو الدجاج تاعنا يطيب. صدقوني الريحة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هنا الزيت تاعي هاي اللي كيما راكم تشوفوا راه يتسخن، دونك راح نحضر هذا البسباس ونبداو نقليو البسباس تاعنا. شوفوا هنا هذا لاشابلي نخليها بالك نسحق شويه، نجيب هنا البيض شوفوا هنا راح شوفوا هاي لك ندخل البسباس في البيض شوفوا ونرمدو هنا قلنا في لاشابلي هاي لك نزيد بهذه الطريقه شوف هكذا هكذا. يلا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ابو عبد الرحمن، واش راكي لاباس؟ والله غير الحمد لله. صحتكم يا خويا؟ والله غير الحمد لله. والله الحمد لله. والله غير الحمد لله. والله غير باش نشكرك على هذيك الاكله كي طيبهم ما شاء الله، على الكغاتا على كاع بليتيزا بلاخر. بصح اخي انا والله غير مكني عندي لا مالادي سيلياك، اسكو تقدروا طيبوا لنا هكذايا ماكله سبيسيال لينا؟ ما يكون لا خاطر ان شاء الله. ماكله تونكيتا. ما عليه ما يكون لا خاطر ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك ويطول عمرك. بارك الله فيك. ويطول في عمرك ويخليك كيما قولوا لينا، ما نرفدوا منك نتعلموا منك. الحمد لله الحمد لله. الله يحفظكم. شكرا ليك يعطيك الصحة. شكرا. يا ربي. مع السلامة. شكرا يعطيك الصحة. شكرا. شوفوا قلنا نحط البسباس تاعي في البيض، من بعد راح نرمدو هكذا في لاشابلور ولا خبز يابس مرحي بهذه الطريقة. شوفوا هكذا ها بهذه الطريقة ونقليوه نخليوه ياخذ تحميرة تكون شابة ونحيوه نقطروه مليح. وقلنا هذا البسباس ما راحش تحطوه داخل المرقه كي طيب المرقه تاعكم والدجاج، رايحين تخليوه حتى كي تجو تسقيو باش تحطوه من الفوق باش ما يشرب لكمش المرقه. ها شوفوا ها شوفوا هايك با
بهالطريقة. شكرا للمخرج هاني، يعطيك الصحة. شوفوا ها، شوفوا هكذا سهلة هادية. ها نزيد يلا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام الاخ. مشراكي سيده صبيحه، لاباس؟ لاباس صافا والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وانت واش راك لاباس؟ السؤال عليكم الحمد لله، الله يحفظك يعطيك الصحه. يعطيكم الصحه انتم ثاني. شكرا بارك الله فيك. شكرا يعطيك الصحه. الوصفه تاعك كاع ناجحين يعني. الحمد لله الحمد لله. انا نتبعك من زمان. الحمد لله صحتكم بارك الله فيك. شكرا. رجعت زوج تاعي ثاني نتبعوك انا والزوج تاعي. انا نسمع فيها يقول لي طيبنا القرنينه هكذا. او يقول لك طيبنا القرنينه. الوغ نتبعك في اليوتيوب وكامل يعني بارك الله فيك. الله يحفظك سميلي عليه بزاف بزاف بارك الله فيك. او يسلم عليك الزوج تاعك. شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا. وماذا بيا لو كان تعيش درنا طاكوس. طاكوس هذاك الخبز. خبز تاعو ماله ما يكون لا خاطرك. انا نديرو مي ما يجينيش ملاح. ماله ما يكون لا خاطرك. نشريه باني ماذا بيا نديرو في الدار. ان شاء الله راح نوصيكم احلى خبز تاكوس باذن الله. يعطيك الصحة بارك الله فيك. الصحة شكرا. يعطيك الصحة شكرا بارك الله فيك سيداتي. شكرا مع السلامة. العفو. شكرا. مع السلامة. يلا هذا هو البسبس تاعنا. طريقة سهلة وراح يجي بزاف بنين بهالطريقة. نخليو الزيت تاعنا تسخن مليح، من بعد نقصو لها شويه النار ونبداو. قلنا نقليو هاد البسبه نعطيو له تحميره تكون شابه. هنا نبداو نقليو البسباس تاعنا. يلا شوفوا ناخذ البسباس ونحطه هنا مباشرة باش نقليه. هكذا بهذه الطريقة قلنا نعطيو تحميرة تكون شابة ونحيوه. نقطرهم مليح وكي تكون ولا يكون الجاج تاعكم طاب والمرقة تاعكم طابت تخليوها تتجمر، ما لازمش تكون مايها. في الاخر راح نحطوا هذا البسباس قلنا من الفوق باش ما يشربلناش هذيك المرقه. هكذا بهذه الطريقه. يلا ناخذوا هنا طبعا ناخذوا هذا الورق الماس باش نقطروا البسباس تاعنا من الزيت. شوف هكذا بهذه الطريقه. يلا نخليو البسباس تاعنا يتقلى يقلى تاع يحمر عفوا، ياخذ هذيك التحميره الشابه ونحيوه. وفي نفس الوقت نروح نديرو عصير بزاف هايل. يلا ناخذو باش نديرو عصير. العصير تاعنا راح نديروه اليوم راح نديروه بالمشيمشة وعصير البرتقال هاي لك، لانه وقتها المشيمشة راهي كاينه. راح نديرو احلى عصير وعصير البرتقال. يلا قلنا وعندنا عصير تاع تلت حبات تشينا. شوفوا معايا ريحة المرقة تاع الدجاج ولا أروع، وحتى لهد لاصوب بزاف هايلة. يلا نروحو نديرو العصير تاعنا.
شوفوا هنا عندكم قلنا كميه تاع المشمشه اللي رايحين تنقيوها، تقسموا الحبه على زوج، هاي ليك نحطها هنا. نزيد هنا نص كاس تاع السكر، ونزيد عصير تاع الحبه تشينا، ونزيدوا شويه تاع الماء ماشي بزاف. ها يلا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكم يا ناس مع السكر؟ لاباس لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تفضلي. حبيت نشكرك على الوصفه اللي تقدم فيها. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا يعطيك الصحه. راكم تجربوا يا اخي. نجربنا شويه شويه. الحمد لله ونجحتوا. كاين وصفات اللي نجحتي فيهم كاين اللي ما نجحتيش فيهم. اللي ما نجحتش فيهم لازم تعاوديهم اللي ما نجحتيش فيهم باش تنجحي فيهم، وتتبعي الخطوات وتتبعي النصائح وان شاء الله تنجحي فيهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يلا تفضلي. تحياتي كاع لافامي مداح. اها. هذا مكان. تحيه لكم واللي يستقبل المكتب. بارك الله فيك شكرا اسامه. وبناتي. هذا مكان. شكرا بارك الله فيك سيدتي. تحيه كبيره للناس معسكر. شكرا لكم يعطيكم الصحه. شكرا. يلا شوفوا البسبس تاعنا بدا ياخذ التحميره. دوك نزيد له شويه ونحيه. نزيدو هنا نعاودو نوليو العصير تاعنا رايحين نرحيوه. ولا أروع عصير بزاف هايل هاوليك ولا أروع صدقوني. طبعا تزيدوا تخليوه يبرد وراح نديروا له شويه تاع لي كلاصون من الفوق ونقدموه. هذا هو العصير تاعنا. نروح نحطوه في الثلاجه يزيد يبرد، وفي الاخر راح نوري لكم الشكل النهائي تاعو، لكن لازم تقدموه بارد. ها يلا نزيدو نخليوه يبرد. نعاودو نوليو لهنا للبسباس تاعنا اللي راح نحيه. شوفوا ياخذ هاد التحميره نحيوه هكذا. شوفوا هكذا وريحته ما شاء الله كتكون تقليو فيها. هكذا شوف نقطروهم مليح من الزيت. ها هكذا دوك نزيد نكمل الكميه هذه اللي قعدت. يلا نزيدوا هاد الحبات اللي قعدوا. نزيد نخليهم ياخذوا هذاك اللون ولا التحميره كيما راكم تشوفوا هنا هاوليك، ونقطروهم مليح. يلا نزيدوا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو مساء الخير سفارة. مساء النور. واش راكي سيده ميليسا؟ لاباس تحتك؟ لاباس لاباس الحمد لله. سوال عليكم. الحمد لله الله يحفظك يطول عمرك. واش راكم انتم؟ الحمد لله دراري ماما والله الحمد لله الله يحفظك يطول عمرك.
حبيت نشكرك بزاف شفات على الوصفات اللي كتقدمهم لنا، وصفاتك ولا اروع. ان شاء الله نشوفك، ان شاء الله نشوفك بعيد ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظكم، بارك الله فيك. امين. شكرا، نشكرك بزاف على الجهودات اللي كتقدمهم لنا. الله يحفظكم، بارك الله فيك. شكرا، شكرا شفات، بارك الله فيك. شكرا ميليسا، يعطيك الصحه. يلا واش بقى عندنا هنا؟ قعدنا هذا الحساء قلنا هذاك الصدر تاع الدجاج رايحين تنحيوه وتفتوا هذاك الدجاج وتخليوها بجه، من بعد رايحين تحطوا نص كاس تاع القشطه، طفيوا النار وتحطوا نص كاس تاع القشطه. وقلنا عندكم هنا قطعه تاع الجبن، الجبن الابيض هاوليك، ورايحين تميكسيو لاصوب تاعكم. كي تميكسيوها تحطوها فوق النار وتحطوا هذاك الدجاج اللي تكونوا فتتوه، تخليوه يغلي واحد دقيقه وتكون لاصوب تاعكم واجده. صدقوني بنينه بنينه ولا اروع ولا اروع. وهاد المرقه تاعنا بيضه قلنا نخليوها تتجمر باش ما تجيناش بايها. وهاد البسباس تقليوه تحطوه بجه، كي تجيو رايحين تسقيو باش تحطوا البسباس تاعكم من الفوق والحميصه والمرقه تاعكم من الفوق. وتكون الوصفه تاع ولا يكون الوصفه تاعنا حاضرين وجاهزين. العصير اللي شتوه كنا درناه بالمشماش، نص كاس تاع السكر وثلاث حبات عصير برتقال، وعندنا شويه تاع الماء. تميكسي كلش على جهه وتخليوه يبرد، حطوا شويه تاع لاكلاص ويكون الجو تاعكم ولا العصير تاعكم واجد. يلا نروحوا فاصل قصير، قعدوا معايا ما تروحوش بعيد، رايحين نشوفوا الوصفه تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم. خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، الوصفه تاعنا اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم فوق الطاوله. الوصفه الاولى كانت عباره عن حساء اللي درناه بطريقه بسيطه وسهله وبنين بزاف بزاف. هذا الحساء جربوه ماكوش رايحين تندموا عليه. والوصفه الثانيه اللي هي بسباس باني اللي درناه بطريقه كذلك بسيطه، مرقه بيضه بالدجاج، هاوليك امامكم كذلك جربوه وقولوا لنا واش رايكم فيه. يلا راح نتلاقى بكم غدوا ان شاء الله نفس التوقيت. وقبل ما نقول لكم بقى على خير، كملناها بهذا العصير اللي درناه بالمشيمجه وعصير البرتقال تاني، هايل هايل هايل. تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق التقني اللي عمل معايا نهار اليوم. سلام.